بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولن يغلبه أحد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا المشاهدين في الدول العربية أو في العالم الآخر، ونحن هنا من طنجة نكلمكم ونناشدكم على المشكلة التي تواجه المسلمين في طنجة. نناشدكم يا إخواتي يا حبايبي أيها المحسنون، يا من تقرون على هذا الدين العظيم، نحن هنا في مركزنا، مركز الدعوة إلى الله، وهو الوحيد الذي تقام فيه الصلوات الخمس، ونحن على أبواب رمضان، نخشى أن لا يغلق، نخشى أن يغلق هذا المركز وهذه الوجوه الطيبة تذهب متشتتة تتشتت كل واحد على مكانه. هذو كلهم طنجيين عن جد، هذو أصليين، أنا الوحيد أجنبي فيهم، كلهم طنجيين، حتى الذي يصورنا طنجي. هذو أسلموا، هذو الله هداهم إلى دين الحق، هذو كانوا على دين آخر، ولكن الله سبحانه عز وجل أعطاهم هذا الدين العظيم، فطوبى لهم. هذو أبناء البلد، وهم يعني هذا مركزنا، ندعو إلى الله ويتعلمون فيه. حتى المسيحيين يأتوا إلى هذا المركز يتعلمون مادة الرياضيات ومادة اللغة الفرنسوية ومادة اللغة العربية. هذو المسيحيين إخواننا وأخواتنا يأتون هنا ويستفيدون من مركزنا، وهؤلاء المسلمين يأتون يصلون الجمعة وصلوات الخمس ويستمعون للدروس ويأخذون أيضا دروس. عندنا مدرسة داخل المركز، عندنا مدرسة وعندنا مصلى كبير ينوب عن المسجد، ليس لنا مسجد في هذه الأيام. وهذا المركز تحت الإيجار، كل شهر لازم ندفع الإيجار. هل إخوان المسلمين الطنجيين ليس لهم شيء، فقراء مساكين، الله يشهد على حالهم. وهذا المركز إلا رجل صالح يساعدنا من سمراء بلاد الرافدين، وأنا أقول اسمه وتكلموا معه وسأعطيكم رقمه، السيد وسام بديع، جزاه الله خير، ندعو له إن شاء الله بالتوفيق. هذا الرجل يدفع علينا الإيجار، لكن يا إخواني يد واحدة لا تصفر. أعينوا أخاكم وسام بديع، ساعدونا، ترابطوا، تكاتفوا. ماذا أقول لكم؟ أنتم تعلمون أحسن مني في الدين، تعلمون ماذا قال الله، تعلمون ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول لكم وغوثا، أقول لكم وإسلما، وأناشدكم أيها ذو القلوب، أيها يا من لكم قلب أو تلقون السمع، يا من تصدقون وتحسنوا ظن بإخوانكم هنا في طنجة، هذا المركز والله إنه تحت التهديد، لأن نحن متأخرين بستة أشهر إيجار، وإحنا لا نطلب منكم تعطونا المال، نطلب منكم قرض في سبيل الله وتبعثوه منكم إلى صاحب الإيجار، إلى صاحب المبنى. لا نريد أن نرى فلوسكم ولا نريد أن نشمها، بس أنقذونا، أنقذوا مركزنا، أنقذوه. أنا أعطيكم ما تطمئن به قلوبكم، إن أموالكم لا تسرق ولا تضيع، وإنها إن شاء الله مباركة إن شاء الله، ويكون لكم ذخرا ورحمة في الآخرة وتعويضا هنا في الدنيا إن شاء الله. أرسلوا إيجار هذا المركز إلى صاحبة المبنى في أستراليا، موجودة في أستراليا وهي غير مسلمة، مسيحية، ونحن نستحي كمسلمون، كمسلمون نحن مديونين منها، صبرت علينا ست شهور ونفذ صبرها، ونحن يعلم الله لو عندنا ما ندفع به الإيجار والله لا تسمعوا منا هذه البلاغ، لا تسمعوا منا هذه الرسالة. إخوانكم هنا بحاجة إليكم، أبقوا لهم هذا المركز، أهو رمضان قادم علينا، ما بقي له إلا بضعة أيام، أتتركونا نصلي ونصوم خارج المركز؟ أيت ما تطمئن قلوبكم أن يغلق هذا المركز؟ هذا العين الوحيدة هنا في طنجة، والشمعة الوحيدة، والصوت الوحيد صوت الله أكبر، يدعي الناس إلى الخير ولا ما ينفعهم. أعينونا يا إخوان، أمسكوا الدينار، أمسكوا الدرهم والدينار وتكلموا معاه. إذا كان هذا الدينار والدرهم لا يفيدكم في الآخرة فهو لا
لا شيء. استعملوه قدموه لله، أعطوه لله، لا تعطونا. لا نحتاج فيكم نحن فلوس، نحتاجكم أن تبقوا لنا هذا المركز مفتوح، يبقى لنا مفتوح يا إخواني. والله إنه صوت الحق، ولو كتبنا هذا الكلام بالمداد لكان مداده دماؤنا. طابت أيامكم وفتح الله لكم ووجهكم إلى الخير، ونسأل الله أن يسخركم ويجعل في قلوبكم الرحمة والرأفة على إخوانكم الطنقيين هنا في طنقة، وليبقى هذا المركز مفتوح مفتوح في خاصة رمضان القادم علينا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وسامحوني على رفع الصوت لأننا نحن فوق النهر يغلي غليان ونبكي باطلا وظاهرا. يا الله لا تغلق هذا المركز، يا الله سخر له عبادك عباد الرحمن المحسنين الذين يتاجرون معك. آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.